أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم. وكما يقال وما أفت الأخبار إلى رواتها، كما أنه الطعن في الألباني بيكون مبالغا فيه والمدح يكون أيضا مبالغا فيه، بل وأولى ثم أولى، فبيكون هذا جاي مشبع بهذا المدح الذي ربما ليس له أصل أكثر ولا أصل له. بده يشوف الألباني بيشوفه وبيشوفه شايب وبيزعمه يمكن يشوف النور، بده يقبله بقى، بده يفشخله. لكن أنتم ما بالكم؟ أنا أقول شيء. عندك كمان تقول؟ لا لا لا. نحن نسمعه، تفضل. لحظة. لا إله إلا الله. أدندن حول ما آفة الأخبار إلا رواتها. فقد سمعنا عن علماء كثيرين وعن طلاب علم كثيرين، فلما قابلناهم وجلسنا معهم فإذا هم دون ما كنا نسمع إلا أنتم يا شيخ. فعندما قابلناكم والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. فإذا أنتم فوق ذلك بكثير و الله أكبر لما لا يعلمون، وهذا من فضل الله عليكم. أحلف يمينا أنكم مغشوشون. الله مستعان. علمتنا أن نقول يا شيخ اللهم اجعلني نعم عند خير مما يظنون واغفر لما لا يعلمون، وهذا ما نقوله دائما. أحول ولا قوة إلا بالله. أنتم تعرفوا بعض الآثار عن بعض السلف. يمكن أنتم أحفظ مني، لكن لعلي أروي شيئا من معنى، أنه لو عرفتم حقيقتنا ما مشيتم معنا.